حاجة اسمها ترايكوتيلومانيا. الإنسان هو اللي بيعمل الصلع لنفسه. غالباً الإنسان ده بيكون تحت ستريس أو إنسان قلق أو نوع من أنواع الوسواس القهري. إيه حكاية الترايكوتيلومانيا دي؟ هي حاجة بتبقى منتشرة في البنات أكتر من الولاد. الصور معانا جهزت. الصورة الأولانية دي اللي هي الصلع الوراثي والفرق بينه في الرجال وفي الستات. هنلاحظ في الراجل الجنبين بتوع الشعر ابتدوا يرقوا، وبعد كده التاج بتاع الشعر لغاية ما وصل للشعر للشكل الراجل الأصلع. الست لا، هنلاقيه في التاج بتاع الشعر ابتدى يرق، لكن الجزء الأمامي من الشعر أو الفرونتال هير لاين زي ما هو. ده الصلع الوراثي في الستات. هنلاحظ ان الشعرة رفيعة ورقيقة جدا وفروة الراس باينة. الصورة اللي بعدها ده الصلع الوراثي في الرجال. هنلاحظ ان الجنبين بتوع الشعر الشعر قليل فيهم وفي النص بتاع الشعر. اللي بعدها ده المرض اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه دلوقتي، اللي هو هوس شد الشعر. بيجي على جزء معين من الشعر ويبتدي يشده بايده. اللي بعدها الصورة اللي بعدها الصورة اللي بعدها اللي بعدها برضو نفس الموضوع. ده هوس شد الشعر في شد شعر الرموش. الصورة اللي بعدها نتكلم على موضوع هوس شد الشعر ده، وبنقول ان هو بيحصل في الستات اكتر من الرجالة. الصورة اللي جاهزة معانا دلوقتي دي الهيرشتزم او زيادة الشعر في الاماكن الغير مرغوب فيها. البنت دي كان عندها تكيسات في المبايض وابتدى يطلع لها شعر في دقنها الى حد ما شبه دقن الراجل. اللي بعدها دي الحالة بعد ما اتعالجت من تكيسات المبايض وعملت جلسات ليزر، بدأت تتحسن جدا وترجع للشكل الطبيعي خالص. دي حاجة الأمهات بتعملها في أطفالهم، إنها حاجة اسمها تراكشن ألوبيشيا. إن الأم علشان تخلي البنت شكلها حلو بتشد شعرها جدا، وبالتالي بيحصل فراغات في الشعر، مع الوقت بيحصل فيها ضمور في بصيلات الشعر ويعمل لنا صلع. اللي بعدها نفس الموضوع تراكشن ألوبيشيا شد شعر. نتكمل بقى عن الترايكوتيلومانيا أو هوس شد الشعر. قلنا ان هو عبارة عن حالة نفسية اكتر، ده مش مرض في الشعر خالص. اللي بيحصل ان بيحصل في البنات اكتر، البنت بتحاول وهي قاعدة بتفكر وهي بتذاكر بتبتدي تبرم الشعر حوالين صباحها وبتبتدي تشده. غالبا بيكون ناحية الايد الدوميننت، سواء كانت ايديها اليمين اللي بتشتغل بيها او ايديها الشمال، وبتكون في منطقة معينة جنب بعضها. احنا بنعمل اختبار كده ونفسيا بنعرف ان البنت عندها مشكلة نفسية. بنبص بميكروسكوب الشعر بنلاقي برضو علامات معينة بتعرفنا ان البنت دي عندها ترايكوتيلومانيا. علاجها بيكون اكتر علاج نفسي.